استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق اول توت جلواك مستشار رئيس جمهوريه جنوب السودان للشؤون الامنيه بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه المستشار احمد فهمي صرح بان الفريق اول توت جلوك سلم السيد الرئيس رساله من اخيه الرئيس سيلفا كير حول سبل تعزيز العلاقات الثنائيه المتميزه بين البلدين الشقيقين بالاضافه الى استعراض تطورات الاوضاع في السودان والتشاور حول الجهود الراميه لتسويه الازمه حفاظا على سلامه وامن الشعب السوداني الشقيق وخلال اللقاء تمت الاشاره الى خطوره التحديات التي تواجه السودان في هذا الصدد على الاصعده الانسانيه والامنيه والسياسيه، مع تاكيد اهميه تشجيع الاطراف السودانيه على تثبيت الهدنه والانتقال الى وقف شامل ودائم لاطلاق النار، بما يسمح بايصال المساعدات الانسانيه وتقديم الاغاثه وافساح المجال لاطلاق حوار بناء لحل الخلافات وتسويه الازمه، ومن ثم استكمال المسار الانتقالي والعمليه السياسيه على النحو الذي يحافظ على وحده وتماسك الدوله ويحقق تطلعات الشعب السوداني ويصون مصالحه العليا